الأخير في هذه الفترة الأخ الحافظ أبو راحات من جمهورية بنغلاديش، ويتقدم بفرع حفظ القرآن الكريم كاملا لصغار الحفاظ برواية حفص عن عاصم. السؤال الأول، اقرأ من قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين.